السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. امبارح كان الحفل الملكي، حفل زواج الأميرة ميغان ماركل على الأمير هاري. بصراحة أنا ببارك لك، وكان ليا عندك كده كم كومنت كده. كنت عايزة أوصف لك مدى فرحتي بجوازك. طبعا أنا طبعا ما اتكلمتش إنك أنت اتجوزتي قبل كده ومعاكي 3 عيال وأكبر منه ب3 سنين، دي حاجة عادية يعني، وربما يصيبنا حظك يعني، مع إن الوش وش وردة والبخت بخت قردة. كان ليا كام تعليق كده يا أخت ميجان على إطلالتك في الفرح. إطلالتك بصراحة ما عجبتنيش تماما خالص بقى بصراحة، ولا أنا ولا غيري. إطلالتك كانت بسيطة جدا، مع إن مكياجك اتكلف 14,000 دولار. وهو فين مكياجك ده؟ في عروسة أنا راضية ذمتك تخرج على عريسها في الفرح من غير شوية أحمر خدود؟ فين الرجاجو؟ ما عجبتنيش، وشك ما عجبنيش، ولا رجاجو ولا في روج ولا في تحديد من اللي هو بني بيبقى من بره ده اللي بيحدد ويميز العروسة. ومفيش كمان حواجب، حواجبك فكسانه قوي مش حلوه، مفيش لاينر، مفيش رموش، مفيش عدسات. فين العدسات؟ قولي لي ازاي تبقي عروسه من غير ما تحطي عدسات زرقاء؟ ها، مش لازم تبقي مي عز الدين كده في نفسك؟ فين شعرك الاصفر اللي مليان اكسجين؟ في عروسه تطلع وشعرها اسود؟ يعني انا خلقت ربنا، انا ما قلتش حاجه، بس فين؟ مش مفروض يبقى اصفر؟ مش مفروض جوزك ينبهر يوم الفرح ويلاقيكي بطاليه ماشيه كده قدامه؟ فين ده يا ميجان؟ شعرك اللي انت فرقاه من نص شكل الهنديه ده يرضيكي؟ مش مفروض كنت تعملي فورمه من اللي كلها لولي ولولي ولولي وكده، وبلح وقصه نازله من هنا، وواحده اللي بتبقى جنب الودن وواحده من هنا؟ مش كان لازم يبقى كده؟ فين الطرحه؟ طرحتك يعني بصي، طرحتك ما عجبتنيش بصراحه، لا فيها لولي ولا فيها ترتر ولا استرسات ولا تول اصلا. كمان التاج اللي انت لابساه، هو التاج الملكي مع احترامي ليه طبعا وكل حاجه، بس التاج بتاعك المفروض يبقى مثلث كده لفوق، يعني ما شفتلكيش حلق، الحلق المفروض يبقى من هنا لحد هنا كده لحد زورك. ما شفتلكوش كولي؟ في عروسه تطلع من غير كولي كده يزوق رقبتها؟ قولي لي انت، العيله الملكيه ضحكت عليكي ما عندهمش كل يلبسهولك؟ ما شفتلكيش خاتم؟ ما شفتش اساور؟ فين ذهبك؟ فين شبكتك يا منيله؟ مش المفروض شبكتك تبقى من هنا لهنا كده ذهب ذهب ذهب؟ ده انت حتى متجوزه امير، امال لو اتجوزتي واحد عادي هتعملي ايه؟ الفستان اللي انت لبستيه طبعا ذوقه بيئه طحن جدا، يعني ما لا في ترتر ولا في فصوص ولا في كريستالات من هنا كده، سلسا يعني سلسا نازل كده كله حته واحده، ما فيش جيبونه. يا الجيبونه روح الفستان يا ميجان، كان لازم تسالي اللي زينا، كان لازم احنا اللي نقول لك ان الفستان لازم يبقى منفوش عشان تباني كده فيه، يعني يا الله، هو انت كده عملت سندريلا؟ ما سندريلا كانت لابسه منفوش. كمان اطلالتك برضو ما عجبتنيش في حاجه كان نفسي اقول لك عليها، ما فيش حنه، مفيش حنه من هنا، مفيش حنه في قفاكي، مفيش حنه في دراعاتك كده، مفيش حنه في رجلك. انت لازم تبقي هنديه في قلب في قلب نفسك، انت عروسه يا ماما، يعني لا عدسات ولا شعر ولا رموش ولا روج ولا هايلايتر. طب الهايلايتر اللي هو بيبقى على عظمه الخزين ده، عارفه ده اللي بيميز العروسه، لازم تبقي بتلمعي، ده فرحك. انا ما شفتش اي لميع بصراحه. كمان الظاهر ان الولية الحيزبونة اللي اسمها اليزابيث دي ضحكت عليكي، لان الحما حما ولو نازله من السما. كمان ما شفتش كهارب، ما شفتش نور، ما شفتش ترتر بينور حواليك، ما شفتش حد بيرش بالملح في الفرح عشان يغزي العين. ما شفتش معازيم، فين المعازيم؟ فين الجاتو؟ فين تورته الفرح اللي ام 4 ادوار دي؟ فين الكلام ده؟ كمان بوكي الورد اللي انت ماسكاه الاخضر ده، ما فيش، لازم يبقى ورد احمر، ورد اصفر، ورد ازرق. لازم، فين؟ مش المفروض حماتك تبقى واقفه وراكي وبتحدفك كده بالورد؟ انا الصراحه ما شفتش طرحتك. لا لا لا، ما عجبنيش الفرح، اطلالتك ما عجبتنيش. انا بس جيت ابارك لك واقول لك كام ايه كلك ديفوهات يا ماما، مش يعني بصي الله يسهل لك، بس بعد كده اهتمي، حاولي تظهري بعد كده في الحفلات بلوك افضل. فستانك كان عامل شكل ملايه السرير.